عن التفوق كمان نموذج مصري هنحتفل ونحتفل بيه. الناس كلها اهتمت بمشاهد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية لفتاة وعائلتها. بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ شافوا عملية اختطاف قدامهم، كان ممكن زي ما قلت قبل الفاصل يفضلوا يقول لك اما نوصل البيت في امان وسلامه افضل، لكن ده هيكون على حساب القيم والمبادئ وقواعد النخوه والشهامه. لكن قالوا لا، احنا مش هنسيبهم يرتكبوا هذه الجريمه، وبدافع تلقائي زي ما هتشوفوا في مشاهد الفيديو اللي انتشرت بشكل كبير جدا. لا، لحقوا السياره في النهايه واوقفوها. وهقول لكم بعض التفاصيل بعدها اللي مكنت الشرطة بالفعل من القبض على الجناة ومن تخليص الضحية اللي كانوا هيخطفوه يعني. لكن شوفوا هذا النموذج، نتمنى انه ينتشر في المجتمع المصري، لان للاسف شاهدنا صورا سلبية خلال الاحداث الماضية. ومنها يعني انا اكتفيت بمشهدين، يعني لو شفتوا مشهد قتل القص اغتياله والصورة السلبية اللي نوهنا عنها وقلنا فين إيجابية الناس، فين النخوة والشهامة، وأيضا ما حدث لفتاة المول، وفي الكثير من الصور اللي بنشوفها قدامنا ونقول هي فين نخوة الناس. وقلنا إنه بعض السوس ربما تسلل للتركيبة الاجتماعية في المجتمع المصري بسبب بعض أحداث عاصفة عصفت بينا وبسلوكياتنا، لكن بالتأكيد النخوة والشهامة متأصلة في المصريين وهي الأبقى وهي اللي هتنتصر. نشوف أولا المشاهد اللي حظيت باهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. صورة مبهرة ومضيئة، هي الصورة الحقيقية للأسرة المصرية، نخوة وشهامة. هقول لكم نتائجها بالمعلومات وبالأسماء بعد كده، بس خلونا نحيي يارا علاء الدين. اهلا بيك يا اهلا بحضرتك، وبحييك على هذا الموقف اللي اعتقد ان كل مصري كان بيحتفي بيه، وده اللي دعانا ان احنا نعمل الحلقه يعني. الحمد لله، اهم حاجه ان احنا بس قدرنا نعمل اللي علينا. الحمد لله الحمد لله. والدتك كمان، لانه يا جماعه اتضح انها مش فتاه بس، هو اولا يارا ام يعني، وكان معاها طفلها كمان يعني، كان معاها طفلها، وبالتالي هنا كان ممكن تؤثر السلامه وتقول طب اذا مش عشاني علشان ابنك ولا بنتك؟ ابني ابني. لكن لا يعني، شوفوا عائله اب وام وبنتهم والحفيد، ومع ذلك هذه العائله تصمم على ان مهما كان الثمن مش هنسيب هذا المجرم يخطف مواطنا بريئا بهذا الشكل. والده يارا كمان السيده منال نصر، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. وانا فوجئت ان حضرتك مصابه. اه
الحمد لله. ممكن نشوف الاصابات او اصابات على الخد الايسر كده. ويعني جسمي كمان يعني من هنا كده الحمد لله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وهاخد بس التفاصيل الاول من يا ايه اللي حصل، يعني المشهد من بدايته ايه؟ هو احنا كنا في شارع حسنين هيكل اللي هو اللي بيودي لعباس العقاد، فاحنا كنا رايحين عباس العقاد نفسه، فكنا بندور على ركنة. ف يعني بابا كان وقف فمستني عربية تطلع عشان يركن مكانها. كان طبعا الدنيا زحمة بسبب كان الماتش امبارح والناس برضو كانت في الشوارع كتير وكده. يعني ده كان بعد الماتش بعد ولا الماتش بعد كان الماتش تقريبا على طول؟ كان تقريبا الساعة 10. فالمهم فانا ببص على مكان اللي بابا هيركن فيه، هو مستني عربية تطلع عشان هو يخش مكانها. فانا لاحظت ان في واحد بيركب العربية بسرعة لابس اللي هو ايه الايس كاب اللي هو بيبقى عينه بس اللي بتبقى باينة ده منه لابس قناع يعني. بالظبط كده. فانا ما شفتش هو بيحط حد، بس انا شفته هو بيركب العربية بسرعة. فبقول لبابا العربية دي فيها حد مخطوف، وشايفة بقى ايدين ورجلين حد عمال يخبط ويعمل كده بايده يعني ورجله شفت جامد واحد مقنع بالظبط كده ملثم وكمان حد في في العربية المقعد الخلفي بالظبط كده رافع رجليه وبيخبط كده بالظبط يعني. كده. فالراجل ركب طبعا بسرعة وجري، فبابا شايف فعلا اللي هو الملثم ده وطلع يجري وراه على طول. فانا اوتوماتيك رحت مطلعه الموبايل على طول ورحت فاتحه الفيديو، قلت يعني تحسبا لو ما لحقناهوش نقدر نروح نبلغ الشرطه بالفيديو يعني. بس وفضلت بقى قاعده زي ما حضرتك شفت كده على الشباك، وفضلنا نجري وراهم. فضل هو يمشي في شوارع جانبيه وكل ما يحاول لا يعني انتوا بتجروا بالعربية كده؟ بالعربيه بالعربية. بالعربيه. ماما بتصوت واختي كانت جنبي بتصوت، وبنحاول ان احنا نلفت نظر الناس ان حد يقطع عليه الطريق من قدام علشان نوقفه. بابا يحاول يخبط فيه من قدام عشان يقف، من بس ورا. ما من ورا سوري اسفه من عشان يقف، بس ما يعني ما عرفناش في الاول. فضلنا بقى ماشيين وراه وراه لغايه يعني صممتوا تكملوا يعني. بالظبط كده. فضلنا ماشيين وراه لحد ما وصل لشارع كابل اللي هو يا قبل ما تكملي بس، اتفضل. اول حاجه بتيجي في اذهان الناس يقول لك ده يا ده عصابه وممكن يكون معاه مسدس، طب لو ضربنا بالرصاص يعني، هو طب احنا ايه اللي نحط نفسنا في وجع الدماغ ده ما ليه؟ جاش في ما دماغنا حطناش خالص خالص. خالص، ولا يعني الموضوع ده اتمسح من دماغنا تماما ان احنا ممكن يكون هنتأذي او هيحصل لنا اي حاجة. هو ما كانش عندنا هدف غير ان احنا لازم ان شاء الله هنوقف العربية دي. وانا كنت فاكرة في الاول انه كان بنت، يعني بيتهيألي ان ان المخطوفة المخطوف المخطوفه ده بنت. بنت في الاول، بس ايا كان كان ولد ولا بنت، بس يعني كان لازم العربية دي تقف بأي شكل من الاشكال. هيعملوا بقى فينا اللي يعملوه، بس ده ما جاش في دماغنا خالص. طيب وقبل ما تقولي وقفت، انت كمان في يعني انا عايز بس في اللحظات الاولى دي كأم ما قلتلهاش احنا مالنا يا لا رو، لا هو لا الاب اللي لا، سايق مش كده؟ الأب اللي سايق ما وبعدين وما قلتلوش احنا مالنا خلينا لا نرجع لا 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 البيت. لا 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 خالص خالص. بالعكس يعني حتى هو كان علاء كان بيسوق بسرعة جدا وعشان يلحقوا مصمم يلحقهم مصمم يعني. يلحقوا، وانا عشان اساعد بنتي حتى كمان قعدت اصرخ معاها رغم ان انا صوتي ضعيف يعني، بس حاولت بقدر الامكان ان انا انبه الناس انها تلحقوا من قدام. يعني عايزه يعني نوصل للشخص ده باي شكل يعني، او للعربيه دي باي شكل، لان الولد انا ما كنتش حتى شايفه. هي يارا اللي بتحكي كانت بتقول ولد بيرفص جوه وكسر الازاز ما هي قدامنا، شافته. وكسر الازاز وبيحاول يطلع كمان من العربيه، فكل ده قدامنا. غير ان هي كمان في موتوسيكل حاول معاه بس للاسف وقع. طب الناس حواليكوا في ناس حاولت تيجي معاكوا كمان؟ طبعا كتير الشباب كتير 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 ما جدا شاء جدا الله يعني. احنا يعني. من حسن حظنا ان كان الشباب واقفه عند الكشاك وفي الشارع، فكل كان بيسمع صوتي، فكنت شايفه ناس بتجري، ناس بتحاول تجري. وانت هنا عشان كمان تلفتي انتباه الناس بتقولي حرامي يعني. بالظبط كده. اصل مش عارفه اقول ايه. مش عارفه ما بقول انا حرامي مش عشان عارفه الناس اتوصل، هتقولي ايه بالظبط. قاتل ومخاطف مش عارفه. يعني، ده التعبير اللي بيخلي الناس تلتف تنتبه يعني. بالظبط كده. هو مع الاسف بقى فيه كان موتوسيكل، ده اول حد خالص حاول ان هو يوقف العربيه، واحد على موتوسيكل خبطوه هما بس الناس اللي بعد كده كانت ماشيه ورانا وقفوا للموتوسيكل لان الولد كتفه اتخلع وهم خدوه ودوه المستشفى. لا خليني بقى هنا، لما اقول انتوا وصلتوا، لان هات لنا كده يا استاذ اشرف المشهد اللي هم تمكنوا فيه من الوصول للناس يعني في الاخر.
نسمعه بالصوت والصورة كده. انت اللي مخطوف؟ انت كويس؟ انت كويس؟ انت كويس؟ انت كويس؟ انت كويس؟ يا ده حوار بينك وبين المخطوف يعني. قلت له انت كويس، انت مخطوف بالظبط كده. وكان هو كان تقريبا يعني مخدرين، وكانوا بيحاولوا يخدروه، اللي هو ما كانش في وعيه بنسبه 100%. فاول ما فتحت باب العربيه هو بيقع، يعني كان بيقع في الارض، وكان على وشه اثار الضرب طبعا باينه جدا. وكانوا مكتفينه لا ما كانوش مكتفينه، هما الظاهر ما لحقوش بقى يكتفوه يعني، بس هما كان عندهم النيه، لان كان معاهم شنطه فيها كان حبل وفيها ازاز وكان فيها اللي هو مخدر يعني. اللي هو بس انتوا اللي وقفتوا العربيه ازاي بقى؟ هو اللي حصل ان احنا يعني احنا فضلنا مكملين وراه، فهو كان ماشي في شارع كابل اللي هو الموازي لمكرم عبيد، وهنكمل فيه هيبقى مصطفى النحاس. فقبل ما يوصل مصطفى النحاس كان في يوتر، فهو الراجل مش عايز يطلع طبعا مصطفى النحاس اللي هو الخاطف يعني، فبيلف من اخر يوتيرن، يوتيرن ضيق. فيعني الحمد لله الحمد لله يا رب، عربيه حد ما يعرفش ولا سامع ولا اي حاجه خالص، عربيه ماشيه في الاتجاه بقى، هو يعني راجل بيلف كده، عربيه ماشيه كده، فهو خبط في العربيه. فالراجل اللي هو في العربيه دي فاكر انها حادثه، فنزل ايه يزعق، فبقى احنا خلاص احنا كابسين عليه من ورا وده قافل عليه من قدام، فنطوا بقى هما الاثنين من العربيه يعني. كده خلاص اتحصروا في بالظبط كده. وكمان كان ناس كتير بقى، الشارع خلاص وقف بالكامل، ما مستحاله يتحركوا، فابتدوا بقى يجروا. فابتدى شباب وناس وناس من البلكونات بقت تصرخ وتصوت وتقول ان في حرامي في الشارع عشان الناس تعرف تمسكه في الشارع. بس وده بعد كده انت بدات تشوفي اللي هو المخطوف ده، اتضح يا جماعه طبعا المخطوف، عشان نقول لكم البيانات بعد ما اجهزه الامن القت القبض على الجناه كمان. المجني عليه عبد الله عبد المعطي منصور، 30 سنة، صاحب مصنع ملابس بالعاشر من رمضان، ومقيم بالرحاب، وهو سوري الجنسية يعني. وبالتأكيد هنا يعني الاختطاف أكيد معمول يعني لمبادلته بفلوس يعني، الله أعلم، بس هنا دي بياناته يعني. وبعدين قائد المتهمين عندي علي محمد سيد سالم، 22 سنة، ومحمود هلال شعبان حسين. والمضبوطات كان معهم سلاح روسي ولاصق طبي وجوانتي في الإيد علشان يعني يخفوا البصمات، ومخدر يعني، معهم أدوات عدة الاختطاف يعني بالإضافة للسلاح. ده اللي تم خليني هنا.